يقول هل يجوز الصلاة على الميت إذا مات وهو لا يصلي؟ إذا ثبت أنه ما يصلي ولا تاب إلى الله، مات وهو لم يتب إلى الله، تيقنت هذا فلا تصلي عليه. أما إذا كان ما تدري، إذا كنت ما تدري عن خاتمته ولا تدري عن حاله، وإنما تتهمه مجرد اتهام، فالأصل في المسلم الخير والأصل فيه العدالة إن شاء الله، فصلي عليه ما لم تتيقن أنه مات على الكفر وعلى الشرك أو ترك الصلاة. نعم.